البنات كيف دايرين؟ لبس عليكم بخير، نتمنى انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه لسماء ادريسي كيتشا. اليوم ان شاء الله واحد الفيديو جديد، فلوق جديد. المهم اليوم عيد ميلاد ديالي وفي نفس الوقت عيد ميلاد ديال زواجي. المهم حنت نهار عيد ميلادي نهار درت لاك. المهم بغيت نشارك معكم هاد اللحظات، وما تنساوش ديروا لي لايك، واللي اول مره غايز القناه يضغط على ابوني ويضغط على الجرس باش يبقى دائما يوصل الجديد. المهم خليكم معايا وغادي نشارك معكم اللحظات الزوينه اللي غندوزو ان شاء الله مع العائله ومع الحباب. خليكم معنا. كنت باغا صراحه نصور لكم اكثر من هذا الشيء، ولكن راكم عارفين مع العائله لا بيبار ديالهم ما كاينش باغي يبان. المهم دابا غادي نمشي معكم الغد اللي ديال العيد ميلاد، كان جمعه، كان دارت لنا ماما كسكسو. غادي نشارك لا ماما كتسكي ان شاء الله كتسكي ماما راه اليوم دايره لينا كسكسو بالحمر. كنت مشهيه مشهيه، قلت لها والو ديري لي، بقى لي والو نمشي ديري لي قبل ما نمشي. الصحة والراحة، ها هو الكسكس الحمر الراس. الله يعطيك الصحة. الصحة والراحة ليكم. الله يعطيك الصحة. ها أنتم ها أنتم شوفوا ما شهيناكم، اللي شهينا يسمح لينا. اسمحوا لينا لا شهيناكم. اسمحوا لينا بالصحة والراحة. بنات انا رجعت معاكم، هي معايا خالتي عاوتاني بغات تقول لكم السلام. السلام عليكم امنياتي. كي دايرين؟ لاباس عليكم اخواتاتي؟ لاباس عليكم بخير؟ كي دايرين؟ كي دايرين مع الوقت؟ كي دايرين مع الشتاء؟ كي دايرين مع البرد؟ ياك لاباس عليكم؟ ناشطين؟ تبارك الله ناشطين ياك بخير؟ الحمد لله. وهي بنيتنا ناشطه تبارك الله، جات عندنا ناشطه معانا، والله ناشطه معانا، جات فرحتنا. الله يفرحكم انتوما. قولوا ديروا لها ابوني. ديروا لها ابوني، ديروا لها ابوني. ما قالتش لكم اجوني، قالت لكم ابوني. هذيك النهار قلت غير بغيت نضحك. وقولوا لهم ديروا لايك. ديروا لايك، ديروا لايك، ديروا ابوني، ديروا لايك. يلا خليكم. شكرا شكرا. سكات ودابا ماما غنتغداو ونرجع معاكم. الكسيكسو ها هو سكا وها هو يطاب باش يهيناكم. ريحته من داك الشيء. يلا نخليكم بالصحة والراحة. سمحوا لي إلا شهيتكم. هنا البنات كانت ماما قالت لي ضروري تنقشي قبل ما تمشي، وجابت لي النقاشه باش نقشت. وصراحه انا براسي عزيزه عليا الحنه بزاف، وكنحمق كنحمق على شي حاجه مثل الحنه، خصوصا الريحه ديالها كتعجبني بزاف. وقلت حتى هو نشاركوا معاكم هكا في الفيديو. مهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون عجبكم وخمم فيه صراحه بزاف، ولكن قلت لهم نشارك معكم هكا لقطات باش تكونوا زعما قراب مني وصافي. مهم هذه هي النهايه، ما تنساوش ديروا لي لايك، واللي اول مره غايزوا القناه يضغط على ابوني ويضغط على الجرس باش يبقى دائما يوصلوا الجديد. في امان الله، وتسناو ان شاء الله فيديو قريب ديال الروتور حتى هو غادي نحطو لكم ان شاء الله. مهم الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.